خليني ابدا مع حضراتكم بقرعه دوري الابطال. لسه ما عندناش طبعا نتيجه القرعه اللي هتتعمل ان شاء الله يوم 6 اكتوبر، لكن خليني وكل سنه طبعا وكل المصريين طيبين وبالف خير بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر العظيمه، اليوبيل الذهبي 50 عاما على واحد من اكبر واروع الانتصارات العسكريه في التاريخ، مش بس في تاريخ المصري. خليني ابدا مع حضراتكم وادخل في تفاصيل المتاهلين لدور المجموعات في بطولة دوري الأبطال اللي بيقال عليها إنها مسابقة أو بطولة أضعف من الدوري المصري، لكن على كل الأحوال خلينا ما التفتش الموضوعات دي، وخليني أقول لحضراتكم إنه رهاني مش على قوة المجموعة اللي هيقع فيها النادي الأهلي. أنا أعتقد إنه الأهلي مؤهل لمواجهة أي فريق في أفريقيا السنة دي وقادر على إنه يتخطاه. هنعمل حساب للخصم والمنافس، ده كلام ما فيش منه شك، لكن الأهم إنه المنافسين كلهم هيعملوا حساب أكتر للأهلي، والكل بيبحث عن الابتعاد عن الأهلي في دور المجموعات. بشوف إنه الحقيقة الفرق اللي تأهلت في مجملها أو غالبيتها بنسبة 75-80% فرق قوية، فرق عندها شخصية البطل، فرق عندها تاريخ في البطولة، فرق عندها طموح مشروع في المنافسة على اللقب في البطولة في نسختها اللي جاية بالتأكيد مش هتكون سهلة. من مصر تأهل نادي الأهلي وتأهل نادي بيراميدز حديث العهد طبعا، أول مشاركة لي في بطولة دوري الأبطال، وأعتقد كونها أول مشاركة ومع أنه رصيده خالي من الألقاب في بطولة الكونفدرالية اللي سبق لي المشاركة فيها، ده بالتأكيد هيأثر على تصنيف بيراميدز في المجموعات، لكن بالتأكيد مش هيأثر على فرصه في أنه يكون منافس قوي على البطولة، لأنه الحقيقة فريق بيملك سكواد محترم. من مصر الاهلي وبيراميدز زي ما قلنا عندنا سان داونز، واحد من اقوى الفرق اللي هتنافس على اللقب السنه دي. سان داونز بعد تدعيمات هنتكلم عليها بالتفصيل في الايام اللي جايه وقبل بدايه المشوار في من جنوب افريقيا، عندنا جالاكسي من بوتسوانا، عندنا طبعا الترجي التونسي بما له من تاريخ طبعا كبير في بطوله افريقيا، ومن تونس ايضا تاهل النجم الساحلي، عندنا فريق ميديما من غانا، عندنا بيترو اتلتيكو من انغولا، عندنا يانج افريكانز وصيف الكونفدراليه في نسختها الأخيرة من تنزانيا، عندنا مازيمبي طبعا من الكونغو واحد من الفرق الكبيرة والعملاقة في إفريقيا، عندنا الوداد المغربي طبعا وصيف النسخة الأخيرة بعد النادي الأهلي وبطل النسخة قبل الأخيرة، عندنا أسيك ميموزا طبعا تاريخ وبطولات بس طبعا ده كان يعني في كوت ديفوار طبعا، عندنا الهلال من السودان، وعندنا سيمبا من تنزانيا، وعندنا شباب بلوزداد من الجزائر. دي الفرق اللي تأهلت عشان تخوض المرحلة الثانية من دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات. التوزيع هيكون إزاي والتصنيف هيكون إزاي، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم في الأيام اللي جاية، وصولا طبعا لموعد إجراء القرعة. أتمنى وراهن على إيه؟ مقياس بالنسبة لي السنة دي مختلف تماما، يعني كنت بفضل دايما في دور المجموعات إنه الأهلي يبدأ بشكل تدريجي، إنه المجموعة ما تبقاش تقيلة قوي عشان ما يتمش أو ما يتعرضش الأهلي ضغط وإرهاق بداية من دور المجموعات، ونسيب ده أو نأخر ده ونأجله للأدوار الإقصائية، دور الثمانية، دور نص النهائي، ربع النهائي، نص النهائي، والدور النهائي. لكن السنة دي مش براهن على كده، ما تفرقش معايا مين يجي معايا في نفس المجموعة، الأهم هو الناحية الجغرافية بالنسبة لي. مشفقًا على فريق النادي الأهلي ورحلاته اللي بيخوض فيها أو بيجوب فيها القارة شمالًا وجنوبًا، فبتهيألي إنه الأفضل للأهلي السنة دي مش اسم المنافس، الأفضل للأهلي السنة دي هو إنه المجموعة تبقى في نطاق جغرافي ضيق، يعني نلعب مع الهلال السوداني اهلا وسهلا، وليه لا مع الاشقاء في السودان، دايما بيبقى ديربي ممتع كده وليه طعم خاص، نلعب مع الاشقاء في الجزائر، نلعب مع الاشقاء في تونس، يعني ما يبقاش فيه رحلات مكوكيه بقى لاقصى جنوب واقصى غرب القاره، اعتقد ده يفرق مع الاهلي كتير في مشواره السنه دي.